الصورة دي التقطها جو روزنتال مصور وكالة أسوشيتد بريس في 23 فبراير 1945، وهي واحدة من أهم وأشهر الصور الفوتوغرافية في التاريخ الأمريكي كله. 6 جنود من مشاة البحرية بيرفعوا علم أمريكا على قمة جبل سوريباتشي في جزيرة إيواجيما، مشهد غزا واجهات الصحف العالمية وقتها وأقنع الجمهور الأمريكي إن الولايات المتحدة بتنتصر في الحرب، لأن دي كانت أول مرة الأمريكان يرفعوا علمهم على أرض يابانية أصيلة. الصورة الأيقونية دي بتخفي وراها قصة مثيرة لوحدة من أضخم الأكاذيب في التاريخ العسكري الأمريكي كله، وهي معركة إيواجيما. أهلا بحضراتكو، أنا اسمي إبراهيم الجرحي، وحلقة النهاردة هدفها إعادة كتابة تاريخ معركة إيواجيما اللي بقالنا أكتر من 80 سنة متخيلين إنها درة التاج في الانتصارات الأمريكية في الحرب العالمية الثانية. حلقة النهاردة هحكي لك فيها التاريخ الحقيقي لهذه المعركة العدمية، لتتعلم بدون معلم كيف تخسر أكبر قدر من الجنود مقابل أقل قدر من المكاسب الاستراتيجية، ومع ذلك تقنع العالم إنك حققت انتصار عظيم. قبل ما ابتدي اسمحوا لي أحتفل معاكم بمرور 3 سنين على افتتاح القناة دي. 3 سنين أنتجت خلالهم 200 حلقة في موضوعات أنا شخصياً ما كنتش متخيل إن في حد غيري بيحبها ولا ممكن يتابعها، بس اكتشفت إنكم مشتركين معايا في الشغف ده وبتحبوا اللي بحبه، وما أقدرش أقول لكم قد إيه استمتعت بصحبتكم في ال3 سنين دول. عايز كل واحد في حضراتكم، ياريت يبقى كل واحد بلا استثناء يعني، يكتب تعليق يقولي في حاجة واحدة بس بيحبها في القناة دي، قد إيه التعليقات دي هتبسطني. كل سنة وإحنا طيبين ومجتمعين، ويلا بينا نشوف الحلقة بتاعتنا، قصة أكذوبة إيواجيما الخالدة. تبدأ القصة بامتلاك الولايات المتحدة للقاذفات الثقيلة B-29 الملقبة بالحصن الطائر، أعظم قاذفات الحرب العالمية الثانية بلا منازع. كابين الطيران يتم التحكم في الضغط جواها، يعني تعرف تطير على ارتفاعات أكبر من أي قاذفة تانية. سرعة فائقة تتجاوز 640 كيلومتر في الساعة، وحمولة من القنابل أكبر ومدى أطول. الأمريكان كانوا بيستخدموا قواعدهم الجوية في جزر جوام وسايبان في إطلاق هذه القاذفات لاستهداف اليابان، وخصوصاً العاصمة طوكيو. المسافة من الجزر دي لطوكيو حوالي 2500 كيلومتر، والسوبر فورترس B-29 مداها يسمح أنها تروح وتقصف وترجع. بس القاذفات دي كانت محتاجة حماية من الطائرات المقاتلة في الأجواء اليابانية، والمقاتلات مداها عمره ما يكفي أنها تطلع من جوام وسايبان لحد اليابان، وده هيحرم أمريكا من أنها تقصف المدن اليابانية وترهب المدنيين، ودي كانت سياستها في آخر سنتين في الحرب ضد ألمانيا وضد اليابان. القوات الجوية للجيش شافت أن الحل هو احتلال جزيرة إيواجيما اليابانية، جزيرة مساحتها 20 كيلومتر مربع تقع في منتصف الطريق بين جوام وبين اليابان نفسها. رغبة الأمريكان في غزو إيواجيما معناها أن الجزيرة التافهة دي بقت خط الدفاع الياباني الأول عن أرض اليابان الأم، علشان كده حولوها الحصن في 3 مدارج طيران للمقاتلات اللي كانت وظيفتها تعطيل القاذفات الأمريكية اللي رايحة تقصف المدن اليابانية. والطيران الياباني في الجزيرة كان بيشن غارات انتقامية على القواعد الأمريكية في سايبان. الجنرال هنري هارلي أرنولد قائد القوات الجوية للجيش الأمريكي كان مقتنع أن غارات البي 29 ممكن تخضع اليابان وتجبرها على الاستسلام. حلم أمريكا الكبير أنها تقدر تحقق النتيجة الاستراتيجية، وهي استسلام اليابان بالقصف الاستراتيجي دون الحاجة إلى غزو اليابان. والجنرال أرنولد كان عنده هدف تاني كمان، وهو أنه يفصل سلاح الجو عن سيطرة الجيش ويخليه سلاح مستقل. الراجل لازم يحقق نتائج توازي الإنفاق الرهيب اللي اتعمل على البي 29. القوات الجوية للجيش أقنعت القوات المسلحة بضرورة احتلال إيواجيما بهدف تقديم الدعم من المقاتلات لعمليات القصف الاستراتيجي. الغزو الأمريكي في العموم كان ماشي في محورين، الأول قادم من الجنوب من ناحية استراليا وعبر غينيا الجديدة
ثم إلى الفلبين، والمحور الثاني كان احتلال مرحلي للجزر من وسط المحيط الهادي. والمحور ده بقيادة الأدميرال تشستر نيمتس وصل في نهاية صيف 1944 إلى احتلال جزر ماريانا، جوام، وسايبان، وتينيان. الجزر دي كانت مجرد مكاسب استعمارية احتلتها اليابان بعد الحرب العالمية الأولى، إنما إيواجيما أرض يابانية أصيلة. يعني القتال الشرس اللي حصل في ماريانا مجرد عينة من اللي هيحصل في إيواجيما اللي مفيش فيها ولا مدني ياباني واحد. كل إنسان فيها هو جندي ياباني مستعد للقتال حتى الموت. نوفمبر 1944 بدأت الولايات المتحدة هجومها الجوي على إيواجيما، شهرين كاملين من القصف الجوي. وفي فبراير 1945 دخل الأسطول البحري المعركة. السفن الأمريكية ضربت كل ما لديها من قذائف وزخائر على الجزيرة، على المطارات وعلى المواقع الحصينة وعلى كل حاجة ينفع تبقى هدف. مشاة البحرية طلبت من السفن الحربية تعمل قصف تمهيدي لشواطئ الإنزال في إيواجيما لمدة 10 أيام متواصلة، بس المشكلة كانت هنضرب إيه في الجزيرة؟ الاستطلاع الجوي شايف الجزيرة من فوق صحراء ما فيهاش أي معالم أصلاً. البحرية قالت للمشاة هم 3 أيام بس من القصف، والمعركة دي مش هتتحسم بالمدافع من بعيد، انزلوا احتلوها. كان في 80,000 جندي من مشاة البحرية الأمريكية مستعدين لغزو إيواجيما، على أساس إن عدد الجنود اليابانيين المتحصنين فيها حوالي 10,000 جندي. لذلك كان في توقعات إن المعركة هتبقى بسيطة ولا تستغرق غير كام يوم. علشان كده البحرية الأمريكية بعتت مع الجنود في الإنزال على إيواجيما أكتر من 50 مراسل عسكري، غير عشرات المصورين التابعين للأسطول. فرصة بقى لحملة علاقات عامة كويسة ترفع مقام البحرية الأمريكية في عيون الجمهور الأمريكي. 3 فرق بتقاتل وأسطول عملاق وحاجة تستاهل التصوير. 500 قارب إنزال على 10 موجات تقدمت من السفن إلى شاطئ الجزيرة اللي عمقه 300 متر، والهدف كان إنزال 5,000 جندي من مشاة البحرية خلال الساعة الأولى من الإنزال. الأمريكان متوقعين إن القوات اليابانية تستقبلهم بإطلاق نار عنيف، بس الغريب إن اليابانيين لم يبدوا أي مقاومة تذكر. المارينز تقدموا على الشاطئ الترابي اللي كان مدرج على هيئة مصاطب، كل مصطبة حوالي 4 متر، وطبعاً مركبات الدعم اللي معاهم الدبابات والمدرعات ما قدرتش تطلع معاهم المصاطب دي نظراً لطبيعة التربة المكونة من التراب البركاني الناعم. العساكر الأمريكان بقوا مفروشين على الشاطئ الترابي كأهداف شديدة السهولة، ومع ذلك محدش ضرب عليهم نار. وجات الموجة التانية من الجنود الأمريكان، والموجة التالتة، وبرضو مفيش أي مقاومة يابانية. القائد الياباني على جزيرة إيواجيما الجنرال تاداميتشي كوريباياشي رجل من أفضل المخططين العسكريين في الجيش الياباني كله، وعنده معرفة جيدة بالأمريكان لأنه خدم لمدة 2 كملحق عسكري في الولايات المتحدة. هو عارف إن الأمريكان هيهاجموا بقوة كبيرة، وعارف إن الأسطول الياباني اتدمر كله، وعارف إن الطائرات الحربية انسحبت لحماية أرض اليابان الأم. يعني عارف إنه داخل المعركة دي بطوله لوحده كده. خطته العبقرية إنه يسمح للقوات الأمريكية بالإنزال على شواطئ الجزيرة بلا مقاومة، لأن كوريباياشي كان أخفى مدفعيته في الكهوف على طول المرتفعات المطلة على الشواطئ، مصيادة يعني، وساب الأمريكان ينزلوا قواتهم لمدة حوالي 30 دقيقة لحد ما تجمع منهم عدد كبير وفي مواقع معرضة ومكشوفة. ثم بدأت المجزرة. 4,000 جندي أمريكي سقطوا بين قتيل وجريح في أقل من ربع ساعة. الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت لما سمع الرقم ده عيط بدموع. ورا شاطئ الإنزال كان فيه جبل، بركان قديم ارتفاعه 200 متر تقريبا، اسمه سوريباتشي. الجبل ده كان فيه حوالي 1,000 موقع حصين بيطلقوا النار بشكل مدروس ودقيق على القوات الأمريكية. مجزرة بالمعنى الحرفي. المشكلة الأكبر إن الموقع فيه عشرات المراسلين، والهزيمة الفاضحة دي مش هتستخبى على الشعب الأمريكي اللي زهق من الحرب المستمرة بقالها سنين، ومفيش أي مبرر يقول للناس إحنا ليه بنلقي آلاف الجنود في التهلكة
علشان جزيرة مهجورة ملهاش أي لازمة. خلي بالك، ليه الرأي العام الأمريكي مهم في المعركة؟ أمريكا بتصرف على الحرب من أموال الضرائب بنسبة 40%، وال60% الباقيين جايين من سندات الحرب اللي الشعب بيشتريها من باب دعم الدولة في معركتها. وبيع سندات الحرب مؤشر مهم جدا على قبول الناس لهذه الحرب، علشان كده الهزائم تساوي تراجع في مستوى القبول العام، وبالتالي تراجع في بيع السندات، مفيش فلوس. لما صور المعركة الأمريكية في إيواجيما ابتدت توصل أمريكا، انخفضت مبيعات سندات الحرب على طول فورا. بالنسبة للمعركة نفسها، ومع محاولة الأمريكان للسيطرة على جبل سوريباتشي، ظهرت المشكلة الكبرى. اليابانيين بيطلقوا عليهم النار من مئات المواقع الحصينة في المرتفعات. الجبل محاط عند قاعدته بالكهوف والمخابئ الحصينة اللي لازم تتحيد قبل ما يحصل أي تقدم. القوات الأمريكية بدأت في تسلق الجبل خطوة بخطوة، وكل خطوة كانت بتتكلف عشرات القتلى. 5 أيام كاملة علشان الأمريكان يتقدموا 200 متر بس حتى قمة جبل سوريباتشي. وأول ما وصلوا لقمة الجبل، رفعوا العلم الأمريكي لأغراض البروباغاندا والتقطوا الصور لرفع العلم، وبعدين حسوا إن العلم أصغر مما يجب ومش هينفع في الدعايات لانتصارات الأمريكان. وتاني يوم جابوا 6 جنود مارينز وخلوهم يرفعوا علم أكبر بطريقة درامية أكتر في إعادة تمثيل المشهد. والتقط جو روزنتال الصورة الأيقونية الشهيرة اللي بعد كام يوم بقت على وجهة كل الصحف الأمريكية والعالمية، لحظة تاريخية تجتمع فيها العاطفة مع الحدث الكبير، مع روح التكامل والتكاتف بين الجنود المنتصرين. بس هو فين الانتصار؟ المعركة كانت لسه في بدايتها، والحقيقة على الأرض ما كانش شكلها انتصار خالص. السفن الأمريكية امتلأت بالمصابين، والبلدوزرات كانت بتحفر مقابر جماعية لآلاف القتلى الأمريكيين اللي سقطوا في المعركة، والأخبار والصور دي لم يكن من الممكن إخفائها عن الجمهور في الولايات المتحدة، اللي بدأ يتساءل إحنا ليه بنفقد هذا العدد الهائل من القتلى والمصابين علشان الجزيرة المهجورة دي. اليابانيين كانوا عارفين نقطة الضعف دي في الأمريكان، كانوا عارفين إن الأمريكان قلبهم خفيف ولا يحتمل الخسائر البشرية دي كلها. أمريكا قوة جبارة من حيث العدد والسلاح، بس معنوياتها هشة، والجمهور العام لا يتحمل الضغط. وكل ما التوابيت العائدة لأمريكا تكتر، كل ما بتضعف الجبهة الداخلية وتهتز تحت الضغط. اليابانيين كانوا بيراهنوا على الضغط ده. بعد أسبوع من الإنزال، بدأت القوات الأمريكية في التحرك شمالا من أجل تأمين الجزيرة، بس فين اليابانيين؟ محدش يعرف، مفيش جندي ياباني واحد بيظهر أصلا. الجنرال كوريباياشي حط قواته في أقصى الطرف الشمالي للجزيرة في مواقع مرتفعة، وانتظر القوات الأمريكية بحيث تبقى له ميزة العلو والتحصن. وكل ما الأمريكان يتحركوا، كانوا بيتلقوا نيران من المدفعية والمدافع الرشاشة اللي بتطلق عليهم النار من آلاف المواقع الحصينة والكهوف. كل ما الجنود يقربوا من مخبأ، يتضرب عليهم نار من مخابئ تانية، وكأنهم واقعين في شبكة مصايد. مشاة البحرية الأمريكية اعتمدوا على المدفعية والقنابل الصاروخية وقاذفات اللهب وعلى الدبابات المصاحبة للغزو في ضرب المواقع اليابانية، ومع ذلك فشلوا في إسكات نيران اليابانيين. اليابانيين كانوا عاملين حسابهم على الدبابات دي، علشان كده كانوا محضرين مدفعية مضادة للدبابات لمواجهتها، والنتيجة كانت تدمير عشرات الدبابات الأمريكية. التقدم الأمريكي كان شديد البطء وكان مكلف جدا من حيث الخسائر البشرية في كل خطوة. قانون الخدمة الميدانية الصادر سنة 1941 للجيش الياباني كان بيأمر الجنود بعدم الاستسلام تحت أي ظرف. مفيش جندي ياباني هيستسلم، الاستسلام والوقوع في الأسر إهانة وعار تلحق بالجندي وباسم عائلته حتى نهاية الزمن. الكلام ده معناه إن الجندي الياباني سيقاتل حتى الموت، وكان مطلوب من كل جندي ياباني يقتل أكبر عدد من الجنود الأمريكيين قبل ما يموت. الهدف الاستراتيجي الياباني هو إجبار الأمريكان على دفع الحد الأقصى من الدماء والوقت على أرض إيواجيما.
كل ساعة زيادة بتعطل فيها الدفاعات اليابانية تقدم الأمريكان في إيواجيما بتساهم في تدعيم الدفاعات في أرض اليابان الأم لحمايتها من الغزو. كلنا عارفين إن الجندي الياباني منحوت من معدن خاص، جندي شديد الصلابة ومتمسك بشرفه العسكري وعنده قدرة فائقة على تحمل المصاعب والظروف السيئة للمعارك، والقادة اليابانيين كانوا بيعاملوا جنودهم بمنتهى القسوة، وده جزء من برنامجهم التدريبي علشان لما يطلقوا بعد كده على العدو يطلعوا عليه كل مخزون القسوة اللي جواهم، وده سر من أسرار شراسة الجندي الياباني في الحرب العالمية الثانية. الأكل قليل والمية قليلة، والجنرال كوريباياشي كان مخلي الجنود يحفروا خنادق بقالهم شهور، وهم عارفين إن الخنادق دي ممكن جداً جداً تبقى مقابرهم، وفي أي حالة تانية أي جندي هينهار معنوياً تحت الضغط ده، بس الجندي الياباني حاجة تانية. القوات الأمريكية كانت بتحارب أشباح على جزيرة إيواجيما، طيران الاستطلاع مش شايف أي حاجة على الأرض، الطيارين الأمريكان ما كانوش بيشوفوا ولا جندي ياباني واحد على الأرض، لأن كوريباياشي كان مجهز خطة دفاع عبقرية. كل النقاط الحصينة والخنادق في الجزيرة كانت متوصلة ببعضها بشبكة هائلة من الأنفاق تحت الأرض، هي دي الأنفاق اللي حمت قوات كوريباياشي من شهور طويلة من القصف الجوي والبحري، وبعدين تحولت لأداة رئيسية لدفاعه المرير عن الجزيرة. كل ما الجنود الأمريكان يهاجموا مخبأ كانوا الجنود اليابانيين اللي فيه ينسحبوا عبر الأنفاق لمواقع تانية، ويفضل الأمريكان يضربوا في الخنادق وهي فاضية، ولما يطمنوا أنها فضيت خلاص يروحوا للي بعدها. يقوم الجنود اليابانيين يرجعوا مرة تانية من الأنفاق للخندق اللي المفروض أنه اتطهر، ويضربوا الأمريكان من ظهرهم، وهكذا. متخيلين حجم الأنفاق كان قد إيه؟ 18 كيلو متر من الأنفاق بتربط بين جبل سوريباتشي في جنوب الجزيرة ومواقع اليابانيين الدفاعية في شمالها، خطة تعتبر أفضل ما أنتجت العقلية العسكرية اليابانية في الحرب العالمية الثانية. في الوقت ده كانت جزيرة إيواجيما هي أكتر جزيرة حصينة في العالم بشهادة العسكريين الأمريكيين. نرجع بقى للهدف الأساسي لغزو الجزيرة، وهو إنها تبقى قاعدة وسيطة لحماية الغارات الجوية للقاذفات B-29 على اليابان. الغارات دي لحد الوقت ده ما كانش ليها أي تأثير، والقصف الاستراتيجي لم يحقق أي نتيجة استراتيجية على الأرض. التحول حصل لما الميجر جنرال كورتس لوماي تولى قيادة القاذفات B-29. ما كانش في القوات الجوية للجيش الأمريكي قائد طيران أفضل من كورتس لوماي، الرجل الأنسب لهذه المهمة. لوماي درس نتائج الاستطلاع وتقارير الأداء لغارات B-29 على طوكيو، وفهم إن اليابان ما بقاش عندها دفاعات جوية، ما عندهمش مقاتلات ليلية، ومدافعهم مش موجهة بالرادار، ما عندهمش قيادة سلاح جو منفصلة ممكن تستجيب بسرعة. الخلاصة يعني مفيش داعي لقصف اليابان من ارتفاعات كبيرة، قصف مسائي من ارتفاعات منخفضة وقنابل حارقة بدلاً من القنابل شديدة الانفجار. ونظراً لأن البيوت والمباني في طوكيو معظمها مبني من الخشب والورق، القنابل الحارقة دمرت نص العاصمة اليابانية وقتلت 100,000 إنسان، عدد أكبر من اللي قتلوا في قنبلة ناجازاكي الذرية، وكل ده في ليلة واحدة، 1500 طن من المتفجرات والقنابل الحارقة في ليلة واحدة. الليلة دي كانت الرياح فيها شديدة، وخشب وورق، احسبها انت بقى. الكلام ده بقى تكتيكيا يعني معناه ايه؟ ما هي واضحة هي يا جماعة، إيواجيما ما بقاش ليها لازمة، هي كانت مطلوبة علشان تبقى محطة للمقاتلات اللي هتحمي القاذفات B-29 وهي رايحة تقصف طوكيو. طب ما طوكيو اساسا ما بتقاومش وقصفها مش محتاج حماية، يبقى إيواجيما هتعمل ايه؟ الجنود اللي بيقاتلوا هناك دول بيموتوا ليه؟ كان في قاذفات بتنزل في إيواجيما لما وقودها بيخلص أو بتتعرض لإصابة، فقيادة الجيش كانت بتقول للجمهور الأمريكي إن إيواجيما أنقذت طيارين أمريكان أكتر من عدد القتلى اللي ماتوا في غزوها، تبقى العملية فير. الكلام ده كذب في كذب، لأن من أول غزو إيواجيما لحد نهاية الحرب بعدها بسنة نزل في الجزيرة أقل من 2000 طيارة. طب ما عدد القتلى الأمريكان في الغزو
تجاوز 18,000 قتيل، يبقى الجزيرة أنقذت أكتر إيه بس؟ المعركة استمرت على الجزيرة لمدة شهر وأسبوع. تخيل لما تبقى أنت في الجانب الأمريكي من المعركة وبتشوف قتلاك ومصابينك بالألاف، وما بتشوفش ولا قتيل ولا مصاب ياباني لأن مواقعهم كلها كانت تحت الأرض. إحساس محبط جدا. الأمريكان كانوا حاسين إنهم بيحاربوا عدو مش موجود أصلا، وفي النهاية احتلوها بعد ما دفع اليابانيين عنها حتى آخر جندي وآخر رصاصة بدون أي دعم. السؤال المهم هو مين اللي انتصر في معركة إيواجيما؟ هجاوب على السؤال ده، بس عايز أدعوكوا للانتساب لعضوية القناة، لأن دي طريقة منكوا لدعم إنتاج النوع ده من المحتوى اللي أكيد عارفين إن محدش ممكن يساهم في إنتاجه غيركم. أنتوا جنرالات هذه القناة، وسعينا لمعرفة التاريخ العسكري معركة لا تتم إلا بالجهود الذاتية. الانتساب اختياري براحتك، واللي مش عايز ينتسب هيفضل يتفرج على القناة زي ما بيتفرج دلوقتي، وإن كانوا المنتسبين هيتمتعوا ببعض المميزات الإضافية تقديرا مني لمساهمتهم. ونرجع لموضوعنا، مين اللي انتصر في معركة إيواجيما؟ حسابات الانتصار والهزيمة في أي معركة عسكرية عمرها ما بتتحدد بعدد القتلى ولا بمساحة الأرض المحتلة. المعيار الوحيد للانتصار هو تحقيق الهدف الاستراتيجي. الهدف الاستراتيجي للأمريكان ما كانش غزو إيواجيما نفسها لأنها جزيرة ملهاش أي لازمة. الهدف كان تأمين موقع لانطلاق المقاتلات لحماية غارات القاذفات الـ Air Fortress B-29. ولما الهدف ده ما بقالوش أي لازمة، يبقى مفيش أي هدف استراتيجي من استمرار المعركة غير إثبات قوة الولايات المتحدة ورفع علمها وهي صوه الليلة، ونقنع الشعب الأمريكي إن العلم المايل في الصورة ده فاضل شوية تمويل ويستقيم ويرفرف في السماء. إنما هدف العملية العسكري زال بمجرد زوال الحاجة التكتيكية للجزيرة في عمليات القصف. الهدف الاستراتيجي اللي كان مطلوب من الجنرال الياباني تاداميتشي كوروباياشي هو إنه يجر الأمريكان لمعركة طويلة ويشغلهم على ما الدفاعات اليابانية تستعد في الجزر الرئيسية، ويسبب لهم خسائر بشرية كبيرة تضغط على معنوياتهم وعلى جبهتهم الداخلية. وده حصل وبشكل مثالي. نسبياً دي أكتر معركة خسرت فيها الولايات المتحدة جنود في حياتها كلها، نسبياً مش عددياً علشان مش عايز حد يراجعني في التعليقات. تخيل إنه يوم إنزال نورماندي ذات نفسه القوات الأمريكية خسرت 2500 جندي فقط، يوم إنزال إيواجيما 4000 جندي، وده الرقم الرسمي اللي بالتأكيد عمره ما هيبقى صحيح. يبقى كوريباياشي حقق المطلوب منه تماما. غزو إيواجيما في أسوأ الظروف ما ياخدش أكتر من 4-5 أيام، وهو عطلهم 5 أسابيع، وفي الظروف العادية يستاهل ما بين 700-800 ألف قتيل وقدهم مصابين، مش 18,000. الكلام اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي ده كله في غير زمن المعركة. في زمن المعركة مش المفروض الشعوب يبقى لها رأي ولا تدخل غير دعم موقف الدولة السياسي ودعم الجيش. احنا مش في ماتش كورة وكل متفرج حر في رأيه. أقصى مجال المناقشة هيبقى بين جنرالات الجيش الواحد، يقدروا يختلفوا مع بعض ويتناقشوا ويراجعوا قرارات لحد ما يستقروا على قرار يصدره القائد العام ويتنفذ بالحديد والنار. طريقة اسمها ديمقراطية المناقشة وديكتاتورية القرار. بس بعد زمن المعركة بيتحول الأمر لتاريخ ما ينفعش يودع في الكتب وفي الأبحاث من غير ما نحلله وندرسه، والتحليل والدراسة دول هما اللي بيمنعوا وقوع أخطاء في المعارك التالية. دلوقتي نقدر نقول إن القيادة العسكرية الأمريكية خدعت الشعب الأمريكي للتورط في معركة مكلفة جدا من ناحية الخسائر البشرية وفقيرة جدا في الجدوى الاستراتيجية، وسوقتها للجمهور الأمريكي على إنها تضحية ضرورية وانتصار عسكري وتكتيكي حاسم ومهم. عايز أشكر كل الناس اللي شافوا فيديوهاتي على مدار الثلاث سنين اللي فاتوا، وعايز أشكر المنتسبين من أعضاء القناة ورعاتها، وعايز أشكركم جميعا، وأشوفكم الحلقة الجاية.